بسم الله. اللهم سخرنا لإفشاء السلام والمحبة والوئام يا رحمن يا حنان يا هادي. بعد يقول مولانا صلى نكمله الآية من جديد قلوها. قالوا يا شعيب الصلواتك هي عقيدتك اللي تربيتك بربك، تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا، تحبنا احنا على الضوء ما عندك انت من يقين خاص بك نقاطعوا ماضينا اللي كانوا عليه اجدادنا يتنكروا له ونسكتوا روحنا، نسبوا روحنا منه ونعملوا قطيعه. صلواتك تأمرك ان نترك ما يعبد أباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما شاء. اموالهم ربي أعطى الأموال لاختبارنا، هي المال مال الله وسيرجع إلى الله. وإذا كنت كنست المال فأنت تديت على ملك الله، وما كنسته يوم القيامة يحمى في النار ويلصق على وجهك كريه وعلى جنبك النتن وعلى ظهرك القبيح. هذا ما عندنا من بعض كما إيضاحات لعلكم ترجعون إلى رب العالمين.